وهذا سؤال آخر للشيخ عبد الله بن إيمان. يقول السائل: لقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن من نواقض الإسلام الشك في كفر المشركين، وبين رحمه الله في رسالته مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد فيما نقله عن الشيخ تقي الدين أن من دعا عليا من أبي طالب فقد كفر، ومن شك في كفره فقد كفر، وقال بعد ذلك أن هذا في حق من يتوقف في كفره مع وجود العداوة له، فكيف بمن يعتقد أنه مسلم؟ فالسؤال هنا: ما الحكم في من يقول أن من وقع في شيء من الندية لله تعالى كان ينسب مخلوق لنفسه شيء من علم الغيب، أو وقع في الطاغوتية كان يحكم مخلوق بين البشر بحكم الطاغوت، أن هذا لا يتنزل عليه حكم الكفر عينا، وإنما فقط يقال عن فعله أنه كفر؟ الكفر لا بد أن يقوم بشخص، لأن الكفر معنى لا يقوم بنفسه، والكفر يقوم بمن فعله، كما أن الأكل يقوم بمن يأكل، والجلوس يقوم بمن يجلس، فكذلك الإيمان يقوم بمن يؤمن، والصلاة بمن يصلي، ومثل ذلك الكفر. فلا يمكن أن يفرق بين الفعل وبين الفاعل، قل هذا فعله كذا وهذا. ولكن من الأمور التي ينبغي أن تعلم أن الكفر نوعان: كفر أكبر مخرج من الدين الإسلامي، وكفر لا يكون مخرجا من الدين الإسلامي يكون أصغر، كما أن الشرك كذلك هذا النوع، والنفاق كذلك. وهذه القاعدة، قواعد أهل السنة التي استنبطوها من النصوص. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث في أمتي هن بهم كفر، قالوا إذا جاء هكذا منكرا فهو يدل على أنه كفر قائم بهم، ولكنه لا يخرج من الدين الإسلام. ولهذا ذكر أن الطعن في الأنساب والاستسقاء بالأنواء والنياحة على الميت. وأما الكفر الذي يكون مخرجا من الدين فهو ترك التوحيد، أو أن يعطى مخلوقا خصيصة من خصائص الله جل وعلا، كان يجعل له نوعا من العبادة من سجود أو ركوع، أو يتوب إليها أو يستغفرها، أو يطلب منه ما لا يطلب إلا من الله جل وعلا، أو نحو ذلك، أو يدعي أنه يعلم الغيب. فدعاء الغيب يعني للمخلوق يكون منافي للتوحيد، غير أنه يجب أن يعلم أن الغيب أيضا ينقسم إلى قسمين: غيب مطلق لا يعلمه إلا الله، وغيب نسبي يعني بالنسبة لمن غاب عنه فهو غيب، وقد يطلع عليه بعض الناس ولا يكون غيبا. فالإنسان قد مثلا يخبر بأشياء طلع عليها وتكون غائبة عن غيره، فمثل هذا يعني يكون ما يكون يعني التصديق به من النوع الذي يكون مخرجا من الدين الإسلامي، وإنما الذي يخرج من الدين الإسلامي هو ما يختص الله جل وعلا به، لأنه جل وعلا هو عالم الغيب. كان يدعي مثلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ما يعلمه الله من الغيوب، أو يدعي لولي من الأولياء أو لغير ذلك، فدعوة هذه تكون كفرا بالله جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. وهنا سؤال أيضا يقول السائل فيه: ما رأيكم في من يسمي دين التوحيد الذي هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، ويسمي دين من يكفرون بالطواغيت بدين الخوارج، وهل تصح الصلاة خلف من كانت هذه حاله؟ الإنسان إذا عرف التوحيد فإنه لا بد أن يعرف مناقضه، وإذا كان الإنسان يسمي مثلا التوحيد دينا للخوارج الذين خرجوا عن الإسلام وعن الجماعة أهل الحق، فمعنى ذلك أنه لم يعرف التوحيد. ومن لم يعرف التوحيد يجب عليه أن يتعرف عليه حتى لا يكون من وقود جهنم، نسأل الله العافية. فالذي يشرك بالله المشرك لا تصح الصلاة خلفه إذا كان يفعل شركا، وأما إذا كان يرمي
أهل التوحيد بأنهم ظلال وأنهم ليسوا على الحق كأن يرميهم بالخوارج بأنهم خوارج، فمعنى ذلك أيضا أنه ما عرف التوحيد فلا تجوز الصلاة خلفه. ويجب عليه هذا الإنسان يتقي ربه وأن يراجع كتاب ربه جل وعلا ويتعرف على دينه حتى يعرف الحق ويميز بينه وبين الباطل. السؤال الأخير هنا يقول السائل فيه: نحن نعلم أن الطواف من أنواع العبادة وأن من طاف بقبر أو وثن فهو مشرك، فالسؤال هنا ما الحكم وما الجواب على من يقول أن من طاف حول قبر بقصد التقرب لصاحب القبر يكون مشركا، وأما من طاف حول القبر بقصد التقرب إلى الله فهذا ليس بمشرك وإنما فقط يقال عنه أنه عاصم؟ هذا القول غير صحيح، لأن الطواف عبادة لا يجوز أن تكون إلا لله جل وعلا، ولا يجوز أن تكون إلا على الكعبة فقط. وإذا طاف إنسان على قبر أو على حجر أو على شجرة فمعنى ذلك أنه جعل العبادة في غير محلها، والإنسان العاقل لا يقع منه ذلك إلا بقصد وإرادة، فكونه يطوف عليه لا بد لا ينفك عن المقاصد. أما كوننا نصرف النظر عن الفعل ونقول إن كانت نيته كذا وكذا فهذا غير صحيح، هذا قول مرجئة وقولهم من أبطل الباطل، فالفعل مبني على النية والمقاصد ولا يمكن يقع إلا بمقصد ونية. والمقصود أن كل عبادة علمت في الشرع لا يجوز أن تكون لمخلوق أصلا، فإذا جعلت لمخلوق فقد وقع الإنسان في الشرك، فالطواف على القبر شرك ظاهرا وباطنا، ولا نبحث عن نيته نقول كان نيته كذا فهو كذا، وإلا فسدت الأمور كله. فمثلا الذي مثلا يسجد للصنم قالوا وش مقصودك أنت سجدت لله ولا للصنم، وما أشبه ذلك من الأمور التي لا تستقيم الأمور معها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا؟ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليماً.